أهلا بكم. أكد اسم صدر من موقع وين وين أن بالماضي لن يستدعي 5 لاعبين كانوا يشكلون إلى وقت قريب التشكيل الأساسي في منتخب الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من يوسف عطان نجم نادي نيس الفرنسي، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، جمال بن العمري، سفيان فيغولي نجم غلطة سراي. ولن يكون بالماضي في مقدوري الاستفادة من هؤلاء اللاعبين لأسباب مختلفة، مثلا يوسف عطان الذي يعاني باستمرار من إصابة. أما فيما يتعلق به بغداد بونجاح وإسلام سليماني فهما إلى حد الآن بدون فريق، ويحتاجان إلى المنافسة من أجل العودة إلى أجواء المنتخب الجزائري، خصوصا بونجاح الذي يعاني من العقم الهجومي منذ مباراة الكاميرون. ويفضل بالماضي حسب كثير من المتابعين التجديد ابتداء من المعسكر المقبل تمهيدا لإدخال أسماء جديدة في المنتخب بالصفة التدريجية، أبرزهم حماش لاعب بافستا برتغالي زدادكا نجم كلير مانفوت وحارس أونجي أنطونيو ماندريا. لكن على فرض التحرك لتغيير الجنسية من الرياضية. لا تنسوا لايك وتعليق، وشكرا لكم.